خلونا نبدي اليوم بما يعرف بالكيميكال فلودينج. كيميكال فلودينج refer to process that rely on drastic lowering of interfacial tension to improve microscopic displacement efficiency. إذن عملية الغمر الكيميائي هي عملية تعتمد بشكل رئيسي drastic على تقليل interfacial tension لي زيادة فعالة الميكروسكوبيك displacement efficiency. هذا هو الترند مالتنا من بداية طرحنا لموضوع الـ EOR إنه IFT مرتبط بالميكروسكوبيك. To provide a significant benefit, the interfacial tension must be lowered from typical value of 10 إلى 30 داين على سنتيمتر أو ملي نيوتن على متر to about من 10 إلى 30 ملي نيوتن على متر to about 10 minus 3 داين على سنتيمتر. There are several variations of the process which are all described under the heading of chemical flooding. عندنا عدة عمليات متعلقة بهذا الموضوع كلها تقع تحت عنوان chemical flooding. We will focus on micellar polymer flooding, which use microemulsion for attaining ultra low interfacial tension. راح ركز على موضوع المايسيلر والبوليمر. المايسيلر والبوليمر. Microemulsions are stable emulsions in which the size of the dispersed phase droplet is smaller than wavelength of light, so that the emulsion appears to transparent or translucent. إذا بالمايكرو إيمولشن، عادة المايكرو إيمولشن تكون نوع من المواد بالكيميكال كلودينج، تكون نوع من المواد الثابتة اللي ما يصير بها تشتت بشكل كبير. لاحظ هنا عندي هذا الفيجر على محور اكس عندي الكابيلاري نمبر اللي قلنا كل ما يكون اعلى يكون افضل، يعني كل ما يعلى هو احسن، بس عندي لازم اصرف عليه خساره بماده اضيف يكون افضل لان يعني يقل تاثيرات الكابيلاري فورسز. وعندي هنا تشبع النفط المتبقي الـ SOR. فلاحظ الخط المتصل هو non-weighting residual، والخط الخط المتصل هو non-weighting residual، والخط المتقطع هو الـ weighting residual. لاحظ الخط الـ weighting residual هنا ظل ثابت، يعني ما جاي اقدر اثر عليه الى ان زاد الكابيلاري نمبر بشكل كبير نوعا ما، يلا بدا يتاثر. وهاي دراسات لعلماء مختلفين. لاحظ عالم اخر لربما بماده اخرى من عمليات الكيميكال فلودينج اثرت هنا على الويتنج ريزيدوال وسمحت له أن يتحرك بتأثير يعني الكيميكال فلودينج. مايكرو إيمولشن فورميليشن. EOR مايكرو إيمولشن typically contain the following components. المايكرو إيمولشن تحتوي على المكونات التالية: سيرفكتنت. سيرفكتنت هي مادة تشبه الصابون، مادة مثل الصابون عادة تقلل الشد السطحي. كو سيرفكتنت مساعد السيرفكتنت، اويل، ووتر، سولتس، بوليمر. The last component البوليمر is added to increase viscosity. Increase viscosity is desirable
if the displacement was going to be unfavorable mobility ratio without it. ليش أضيف البوليمر؟ حتى أأخر حركة الماء وما أسمح للموبيليتي ريشيو يصير unfavorable. دائما أخلي الموبيليتي ريشيو favorable أقل من واحد. Micro emulsions are expensive and only small slug typically 10 إلى 30% من البور فوليوم is injected. يعني لو افترضنا أنا عندي البور فوليوم 100 برميل فراح أحقن سلاج من المايكرو إيمولشن حوالي 10 إلى 30 برميل من البور فوليوم، وهذا يعتمد على الخواص اللي موجودة عندي بالمكمن. هل المكمن مالتي أنا اللي أريده أو اللي تحت الدراسة ب الخواص زينة ما تحصر لي أو ما تسبب لي dispersion، يعني الكابيلاري فورسز تكون قليلة؟ طيب micro emulsion slug is pushed with polymer solution which called mobility buffer. micro emulsion راح تحقن slug، slug يتبع ما يعرف بالmobility buffer، عازل ما ببوليمر وأحقنه وراء المايكرو إيمولشن أو المايسيلر بوليمر. هذا الموبيليتي بفر أو البوليمر فلادينج راح يدفع لي المايكرو إيمولشن وبنفس الوقت يحافظ عليه من الديسبيرجن أو نقصان بتركيزها. الموبيليتي بفر راح أدفعه بالماء. لاحظ وياي هنا عندي صورة لنوعين من العمليات، عندي تيرشري وسكندري. لاحظ بالتيرشري هذا بئر الحقن وبئر الإنتاج، درايف ووتر موبيليتي بوفر، وهذا المايسيلر سلاج. لاحظ هذا الووتر، هذا الووتر يكون عالي هنا وهذا الأول. الووتر هنا عالي لأن أنا عندي تيرشري ريكفري، فالووتر يكون عالي، يعني أنا بادي بعمليات حقن ثانوي. عمليات الحقن الثانوي تتضمن عادة حقن ماء، عادة ما يكون الماء يحيط بالنفط، بقطع النفط يحيط بيها، فتصير عندي زيادة بإنتاج الماء إذا كان تيرشري. يعني الماء المحقون بالسكندري ريكفري يحول لي النفط قطع مبعثرة بالمكمن ومحاطة بالماء. فلهذا تلاحظ أثناء عملية حقن المايسيلر راح يكون عندي لفترة طويلة إنتاج ماء عالي، بعكس لو استخدمت المايسيلر كسكندري ريكفري راح يكون إنتاج الماء قليل على حساب الأويل. هذا إنجيبشن، هذا برودكشن، هذا المايسيلر، هذا البفر، هذا الووتر، هذا stabilized bank oil and water flow. الماء قليل إنتاجه هنا، ماء عالي. هذا وصف للمايسيلر بوليمر ديسبليسمنت بروسيس. لاحظ المايسيلر مين متكون عادة حسب بوينتمان، متكون من هيدروكربون 0 إلى 80% كحجم، ووتر 10 إلى 95%، سرفكتنت 1 إلى 15%، كو سرفكتنت 0 إلى 10%، إلكتروليت 1 إلى 10%. هاي مكونات الستاندرد. Micellar flooding is almost always used as tertiary process. Therefore, the reservoir is likely to contain high water saturation at the start. إذا أنا أستخدم المايسيلر كتيرشري ريكفري، فمن المتوقع أن يكون النسبة تشبع الماء بالمكمن عالي. The injected slug displaces this water as well as the residual oil. يعني أنا من راح أحقن مايسيلر راح تزيح للنفط والماء. The mobile portion of the water saturation is displaced immiscibly
ahead of the oil pack. إذن الماء راح يصير يتقدم جبهة النفط ما يمتزجون بس راح يتقدم على النفط. هذا الموبايل بورشن. The immobile portion of water saturation is displaced miscibly. هذا miscibly, هذا miscibly. By micellar solution and the mobility buffer. إذا راح يمتزج الماء غير القابل للإموبايل أو الإموبايل portion of water راح يمتزج مع المايسلر والبفر ويبدأ أيضا يتحرك باتجاه البئر. One consequence of this water displacement is a large volume of water is produced ahead of the incremental oil production. من نتائج هذه العملية راح يصير عندي إنتاج ماء كبير قبل لا تصير عندي إنتاج كميات معتبرة من النفط. خلينا نشوف فيجر 7.3 يوضح لي اللابراتوري ديسبليسمنت. لابراتوري هذا الفيجر اويل كات يعني اف دبليو شلون الاف او العفو شلون الاف دبليو اف او نسبة حجم النفط في حجم الستريم كله. لاحظ وصلنا الى حق 0.22% من البور فوليوم وانا بعد ما عندي نفط انتاج نفط. بعدين بدا يظهر عندي انتاج نفط اف دبليو. جد وصل تقريبا الاف دبليو الى حوالي نصف الستريم وبدا ينزل. هاي لابراتوري اويل كات لابراتوري مايسلر بوليمر ديسبليسمنت تيست. This delay in oil production can be disconcerting in the field. It may be necessary to inject the expensive micellar fluid for more than a year or several years before an incremental oil is produced. إذن ممكن إحنا نحقن لسنة أو لثلاث سنوات micellar polymer. يلا يكون عندي إنتاج نفط معتبر. لاحظنا ايضا هاي بالمختبر لاحظ الكيومولاتيف ريكفري شلون يزيد. بعدين من وصلنا الى حقن تقريبا 0.8 من البور فوليوم بدا يستقر الكيومولاتيف ريكفري يعني بدا ما يزيد زيادات كبيره وكانما اصبح يعني ان مو كلش مفيد الحقن بدا يستقر لان هذا كيومولاتيف ريكفري وهذا بور فوليوم انجكتد. The micellar process provides very impressive displacement result in laboratory test. مثل ما شفنا بالمختبر عطتنا نتائج حلوة. The response in the field has generally not been as impressive. Micellar ما عطتنا نتائج مثل ما المختبر. Most reported field trials of micellar flooding has provided a disappointing result. نتائج مو كلش حلو. No economically successful field trial has been reported yet. لحد الآن ماكو نجاح اقتصادي. لحد الآن يعني طبعاً إصدار هذا الكتاب. اللي هو سنة 98 وإصدار هذا الكتاب. المصدر مالتنا. المصدر قلنا هو معتبر من حيث المعلومات. Field projects have failed due to variety of reasons. The process is very complex and difficult to control in the field. Understanding the micellar flooding requires understanding the behavior of the surfactant as the first step. The purpose here is not to make you an expert in surfactant. نحن نريد نكون مختصين بالسرفكتنت. لا. لكن الهدف هنا حتى نعرف هذه العملية شلون جاي تشتغل. خلينا نشوف السيرفكتنت properties أو البيسك سيرفكتنت properties. سيرفكتنت the word surfactant is an acronym for surface active agent. These chemicals have a property of preferring to stay at the interface or surface of water when dissolved in water. إذا يعجبها هذه
المكونات تصعد على سطح الماء، من طبيعتها تصعد على سطح الماء، على السطح الفاصل بين الماء والهواء أو بين يعني الانترفيس. One very useful result of such accumulation at the surface is significant lower of interfacial tension or surface tension. بمعنى هي توصل للسطح، فهي تقلل الشد السطحي أو الشد البيني بشكل كبير. There are two key concepts that one needs to understand. Why do surfactant molecules prefer to stay at the interface? ليش الزيادات ما تتصاعد؟ Why does such absorption at the interface cause reduction in the interfacial tension? ليش هذا السرفكتنت يقلل لي الانترفيشال تنشن عند الانترفيس، بعدين يصير ان يصير عند الانترفيس؟ Why do surfactant molecules absorb at the interface? Absorb يعني تمتص. The surfactant molecule can be thought of as being made of two distinct parts. Polar part or non-polar part.